السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جايبة لكم النهاردة حاجة كويسة جدا للتخسيس، وبيسد الشهية. البسكوت اللي هو ريتش اند ريتش، وبسكوت الشوفان الذهبي ده شكله. الاتنين دول بسكوت بالشوفان، ودولت كويسين جدا في التخسيس عن تجربة، بيسدوا النفس. الطريقة بتاعتهم في الأكل، يعني ان احنا بناكل في الفطار 2 أو 3 عبوة من دي، وفي العشاء برضو 2 أو 3 على حسب ما نشبع، وفي الغداء بنتغدى عادي. الطريقة دي انا عملتها وفعلا لقيت نفسي ان انا خسيت، ولقيت الشهية يعني اتسدت بنسبة كبيرة. هي سعر العبوة دي انا بجيبه من عند اي واحد بتاع جملة في السويس، من 40 او من السويس، في السويس اللي هو الراجل اللي قدام مدرسة الجديدة بنات ثانوية، وفي الراجل اللي هو في 40 ورا جامع 40، في كذا واحد، في 2 أو 3. سعر العلبة دي تقريبا كان 20 جنيه، اما سعر العلبة بتاعت النوع ده كانت 24 جنيه تقريبا، يعني اغلب 4 جنيه. بس الفرق بينهم في الطعم ان دوت مسكر اكتر شوية، لكن دوت السكر فيه اقل، وبرضو الفرق ان دوت مستورد وده مصري، بس الاتنين في نفس تقريبا المستوى. بس انا عن نفسي بحب طعم ده اكتر، لان ده السكر فيه بيبقى مش حلو، وانا مش بحب الحاجة تكون مسكرة قوي. جربوه وان شاء الله يخسس من اول اسبوع، ان شاء الله تحسوا بفرق. شكرا.